حقيقة أنا لست هنا في مجال الدفاع عن الإطار التنسيقي أو كتلة الثبات الوطني. المسألة أولا فاتني أن أرحب بك حياك وبضيوفك الله. الكرام وبمشاهدي هذه القناة، لكن الحقيقة الثبات الوطني أو الإطار التنسيقي الشيعي هو الرقم الصعب ولا يمكن تجاوزه أو تشكيل الحكومة بدونه، للأسباب التالية: عندما نتكلم عن أغلبية وطنية ويمارس الإقصاء، هذه ليست أغلبية وطنية، هذه ستكون الحقيقة ناقصة الأغلبية. الأغلبية هي أن تشارك كما كان السيد المالكي عندما حصل على 89 كرسي أو 90 كرسي وتخاطب مع جميع الأطراف في التحالف الوطني آنذاك وجمع الأخوة وشكلوا حكومة ائتلاف وطني. الآن السيد المالكي عندما كان رئيس الوزراء حاول كثيرا أن يشكل حكومة أغلبية سياسية، وكان هناك تيارات وقوى وطنية كانت تعارض هذا الشيء. الحقيقة نحن الآن أمام معضلتين: المعضلة الأولى هي معضلة البارتي واليكتي في مسألة رئيس الجمهورية. سمعت الأخ الضيف، أنا الحقيقة لم أسمع جميع الحديث نعم لكون كان هناك في مشكلة بالصوت، اي لكن الحقيقة أن عندما يقول الأخ أن ليس رئاسة الجمهورية ليست هي آخر العالم، بالعكس، يعني الآن يجب أن يقال هذا للأخوة في البارتي، أن مسألة ولو أنه ليس من حقنا أن نتدخل في هذا الموضوع، لأن هذا الموضوع يخص البارتي واليكتي، ولكن رئيس الجمهورية هو رئيس منتخب لجميع العراقيين. يا فبما سيد علي أنني الزبيدي، فاتك المهم والكثير. الجماعة التحالف الثلاثي دا يمشون على استراتيجية محكمة، ضابطين خطواتهم وعارفين وين رايحين. دا يتحدث السيد صبحي المندلاوي بلا هذا المنصب للديمقراطي الكردستاني ماكو ضمانة بتشكيل حكومة تمثل الأغلبية، بالتالي ضمان هذا المنصب رئاسة الجمهورية هو ضمان ترشيح شخص يتبع التحالف الثلاثي. هذا جزء من الواقع تتكلمون عنه. الجزء الآخر الحقيقة مغيب الآن، أنتم لم تطلعوا على الجزء الآخر. الجزء الآخر أن كتلة الثبات الوطني الآن عددها يفوق 130 مقعد، فمسألة أنه تشكل حكومة وتسمى من حق المكون الشيعي الذي هم الأغلبية في العراق، فأعتقد هذا فيه ظلم كبير للمكون الشيعي. وين الظلم يا سيد علي؟ خلاص أغلبية، يعني وين المشكلة بالموضوع؟ عندك 130 مثل ما أنت تتحدث للإطار التنسيقي يذهبون معارضة، أكو اتحاد وطني يذهب معارضة اللي هو ضمن ال 130، والجماعة يروحون أغلبية، هي اسمها أغلبية أصلاً، إذا ضمت الإطار وين أصلاً مفهوم الأغلبية بالموضوع؟ من الشعر بيتاً، أن الإطار التنسيقي حتى عنده خيار المقاطعة العملية السياسية أو خيار المعارضة موجودة، كل الخيارات مطروحة.